السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال جميعا؟ إن شاء الله الأمور طيبة مريقلة. كيف طلعت من الجامعة اليوم؟ كيف صلينا الظهر؟ الحصيل الإمام يعني أعلن أن كنا حتكون في وقفة إن شاء الله قدام المجلس التشريعي هنا في أدمنتون، وكانت في حتى الإذاعة تصور طبعا على خلفية الأحداث اللي صارت هذه أمس، أو الشوتينج اللي صار في كوباك. أنا سمعت به صراحة من أول دقائق، لكن المعلومات لم تكن كافية، وبالتالي ما حبيتش نحط أي حاجة لين توضح الموضوع، ما حبيتش ندوي على الموضوع لين يوضح الموضوع. فالحصيل يبدو أن فيها إطلاق نار أمس في مسجد في الإسلاميك سنتر في مدينة كوباك في مقاطعة كوباك. كوباك طبعا هي المقاطعة الفرنسية الوحيدة في كندا، وعاصمتها مونتريال، وفيها كوباك سيتي برضو. فالحصيل أن الجامع هذا طبعا هو محصل تهديدات، يبدو أن في المنطقة متاعها في ناس عنصريين، ناس مش مزبوطين، ناس إسلاموفوبيك. فيبدو أن زوز طلبة مش معروف فرانسيس، مش عارف شن قصتهم بالضبط، أطلقوا النار على يعني قريب 40 مصلي والله المستعان في صلاة العشاء مع الساعة 8، في حدود 6 توفوا، نسأل الله أن يتقبلهم برحمته، وقريب 20 أو 30 جريح. واحد منهم قالوا ممكن يكون سلم نفسه مش معروف، والثاني هرب ولا ايش عشان صار في الحصيل. الانفستيجيشنز قاعده في مرحله الانفنسي، قاعده في بدايتها، مش معروف طبعا. واضح اكيد عارفين انتم، يعني مش خايف عليكم الموضوع. موجة الهيتريد والترامب، ما ترامب في امريكا وغيره، وبالتالي بيتحركوا له كمان النازيين الجدد، الريسست وغيره بيتحركوا لك. طبعا هذا نفس المسجد في الكريسماس اللي فات شهر 12 بعتيلهم شو اسمه راس خنزير، يعني حشاكم في هادين هولم، يعني ما عرفت تنشيب، عرفت كيف. فاليوم في الجامعة لفتتني لقطة جميلة جدا. واحد من الشباب نعرف عمطد لبناني واقف البرة ويعس على المصلين، فبارك الله فيه، جميلة اللقطة منه. ما تندريش يطلع لك واحد من المهبولين هذا، حتى هو بيطبق لك، حتى هم عندهم الرب وعندهم الواحد، حتى هم يبوا يخشوا الجنة، عرفت؟ سواء كانت ايش بحامة جنة بالضبط. بالنسبة للفايكنز عندهم فالهالا، حتى هم في المعتقد دعم عندهم فالهالا وعندهم أودن وعندهم مش عارف شني، فحتى هم فيهم داعش غل من الجهة الثانية، عرفت كيف. طبعا رجوع تاريخي، ما بيش نعطل، بيخليه الفيديو 5 دقائق. طبعا ما حصلتش إلا اللحظة هذه انني نحكي على الموضوع، وما اعتقدش حنحصل لاخر النهار ما دام ماشي بنتغدى ناخذ حاجه على السريع وبنولي. كوباك طبعا فيها من زمان مشاكل، وفيها النزعه شنو اسمها العنصريه شويه، هي نقدر نقوله، فعندهم نزعه حتى يبوا يستقلوا، يعني من 1800 ل 1700 ويبوا هم يستقلوا، فهمت؟ هم مرضوب بالانجليز اللي بالسيف، وراو هم والانجليز يتفاشقوا قعدوا سنين الله، سواء فشخ بناحية الحروب أو حتى فشخ شنو اسمه دستوري وقوانين وغيره. تلاحظ حتى قوانينهم هم تختلف راو على سائر المقاطعات، في قوانين فيدرالية ماشية على كندا كلها، وفي قوانين راو ما تمشيش إلا في كيوبيك بس، وما تمشيش في ولا ولاية تانية. في الستينات طلعت عندهم حتى يعني التصعيد مسلح، يعني طلعت جماعات مش عارف اسمها من جبهة الاستقلال الفرنسي وحاجة زي هي، وقعدوا يديروا في قنابل مولوتوف وجلاتينا واحد، وفي ناس حتى ماتت. الستينات كانت فترة تشي غيفارا والجماعة هذوك والجيش الجمهوري وخود دابة يعني وطاف عطيه، فهمت؟ لين وصلوا لل 1995 داروا استفتاء ضخم على مستوى كوباك كله، هل يستقلوا أم لا. استفتاء كان تاريخي بكل معنى الكلمة. طبعا خوتك الكنديين قعدوا يمشونهم بالباصات، باصات المحبة، فهمت؟ وغالية سويدي ما تسيبوناش وخلوكم. وبالفعل الريفرندم أو الاستفتاء 51% قالوا لا للانفصال، و 49% تخيل قالوا نعم للانفصال. تخيل يعني 49% نسبة رهيبة، يعني نص كوباك معناه يبوا ينفصلوا. لكن هذا الاستفتاء 51% زي استفتاء بريكسيت تاع بريطانيا واستفتاء اسكتلندا اللي صار الفترة اللي فاتت. فطبعا هم الفرنسيس كوباك او الفرنش كانيديانز قالوا لهم لايمين المهاجرين، هم اخوتك المغاربة والجزائريين والفرنكفونيين واللبنيز وغيره، لايمين ان هم لعبوا في الاستفتاء، ولان اغلبية الامجرز ما يبوش يستقل، يقول لك فكني لا باس نستقل، خليني مع الدولة الكاملة افضل يعني.
فهم محملين اللوم حتى على الإيميجرنتس. فنسأل الله أن ربك يصلح الحال ويسترنا في الليل وفي النهار وفي النهار وفي الليل، على قول صديق لينا. وهذا حبيت نحطكم في الصورة، وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله.